السلام عليكم. مرحبا شباب، انا النهارده معايا لعبه يوم ماستر دول. اهلا بيكم في المقطع رقم 1599. مقطع النهارده شباب هندخل نجرب ونشرح مع بعض مجموعه الكشتيره بشكل عملي. بس قبل ما نبدا نتفرج على الحلقه دي وسمعت الاذان، قوم صلي وما تنساش تذكر الله وتصلي على رسول الله وتروح تحط لايك عنيف وتشترك على القناه. طب شباب بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبتدي مع بعض مجموعة الكشتيرة. احنا فتحنا باكات مع بعض وعملنا مقطع شرح اوراق التشكيلة، والمقطع ده هنحاول ان احنا نشرح التشكيلة بشكل عملي، ايه المفروض يتعمل، ايه الخطة، ايه الكومبوهات المقترحة اللي الواحد ممكن يعملها، كلنا هنشوفه مع بعض بشكل عملي في مقطع النهاردة. طبعا دي التشكيلة اللي انا يعني اعتمدتها الى حد ما، بلعب بيها وجايبة معايا حلوة ما شاء الله جميلة يعني، بس من حين الى اخر بعدل فيها يعني. ده شكل التشكيلة شباب بسرعة، اللي حابب يعمل زيها هنمشي عليها بسرعه كده. الفينرير واليونيكورن والاوجر ولافا اهو، دي التشكيله بشكل سريع. تمام، دي التشكيله بشكل سريع اللي حابب يعمل زيها. ندخل بقى على، هندخل على السولو مود نشرح التشكيله بشكل عملي. تمام، فاضل دول هنا لسه ما خلصتهاش، خلينا نلعبها. المقطع ده يكون شرح للتشكيله بشكل عملي. تمام، مش هندخل يعني نلعب ونستعرض ونحاول نكسب، ممكن نعمل ده في المقطع الجاي. المقطع الجاي ممكن ندخل نلعب في الرانك ونعمل كده دخله دايموند مثلا، نحاول نطلع دايموند بمجموعه الكشتيره. حلو جدا، بدايه موفقه. انا التاني ماشي مبدئيا كده. دايمنشن شيفتر اللي هو في ايدك العبه على طول، هيضايق الخصم لو في كومبو ناوي يعمل له خطه محكمه بتعتمد على المقبره، انت هتصعب له الموضوع ده خالص. فالشيفتر لو هو معاك، سواء في دورك بدأت دورك او هو بدأ دوره، العب الشيفتر سواء في دورك او دور الخصم. ماكسي ماشي يا جماعة، البداية معانا مش احسن حاجة، لكن خلينا برضو نجيب وحش ووريا مفيش غيره، الرايز هارت معايا، التلاتة رايز هارت مش مشكلة. هنلعب الرايز هارت نورمال سامن، وهنلعب الرايز هارت التاني سبيشال سامن افكت اكتيفيت. نقدر نبنش، بنش الفين رير مثلا، تعال انت بينزل سبيشال سامن، ممكن نعمل كده مثلا. وننهي، هننهي على كده. العب العب الماكسي كده، يمكن ربنا يكرم باي حاجه. شوف يا سيدي، الكشتيره الاكسيز هيشتغل. انزل بالفينرير على طول من المجموعه للملعب. لو عمل اي افكت اكتيفيت او حاول يهجم، الفينرير هيشتغل زي ما انت شايف دلوقتي كده بالظبط. هنبنش، بنش للوحش ده، ولو ده حصل الاكسيز هيشتغل، هنقفل له خانه في الملعب. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا يا جماعه احنا بنلعب طبقا وفقا للمعطيات اللي في ايديا، في حاجات احسن من كده بكتير. يعني لو انا بادئ الاول ومعايا ورق كويس، ممكن نعمل كومبو جامد جدا. شيفتر تاني مش محتاجه طبعا، لكن هنشغل الوحش الاكسيز هيجيب لي. بص بقى اتفرج بقى، اهو بدات تنادى اهي وتحلو. جبت اليونيكورن، اليونيكورن هنعمل افكت اكتيفيت، هنجيب ورقه سبيل زي ما قلنا قبل كده، وهنعمل افكت اكتيفيت للفينرير بيجيب وحش كشتيره. هات الاوجر، في حاجات كتير جدا ممكن نعملها. هلعب الكشتيره بيرث، شوف الكشتيره بيرث بتعمل ايه. خلي بالك الكشتيره بيرث بتجيب وحش كان متبنش زي الفينرير اهو، كويس كده. شوف بقى احنا ممكن نعمل ايه. انا دلوقتي هعمل حركه حلوه جدا، نجيب واحد اكسيز تاني ماشي، هنضحي بالفينرير مثلا مع اليونيكورن، ونجيب واحد تاني اكسيز كشتيره كده، بقى معانا اتنين في الملعب. هنعمل بقى خطه في منتهى الذكاء. شوف بقى الحركه دي حركه حلوه قوي، احنا ممكن نلعب الاوجر نورمال سامن من خلال الكشتيره بيرث، نزل هنفعل التاثير بتاعه ونجيب التراب. حلو قوي، شوف بقى احنا ممكن نعمل حركه حلوه قوي. هنلعب المايند هاكر يا شباب، المايند هاكر جامد، حطه كده في الدفاع، وحش اكسيز ليه تأثيرين
حلوين قوي مع الوحشين الاكسيز الكشتيره اللي معانا نبوظ بيهم الدنيا خالص. اتفرج كده شوف، هنعمل افكت اكتيفيت، هنشيل ورقه ماتيريال وهنبنش له وحش من الاكسترا ديك مقلوب، ولو ده حصل ليه تاثير تاني. الكشتيره بقى الاكسيز هيشتغل، ركز، الكشتيره التاني الاكسيز هيشتغل، وبعدين هيرجع تاني لتأثير تاني اللي هو الـ 89. بنش له أوراق بعدد الأوراق المتبنشة، تمام، مقلوب، والكشتيرة الإكسيز هيشتغلوا تاني، والكشتيرة الإكسيز هيشتغلوا تاني. ماشي، احنا كده قفلنا له خانات كتير جدا. شوف كده بقى الدور جاي ايه اللي هيحصل. تالي مش هينفع، مش هيلحق يعمل حاجة خالص، مفيش حاجة يعملها خالص خالص خالص، الدنيا مقفلة معاه تماما. لعب وحش، ماشي، انت جامد بقى. الكشتيرة الاكسيس بيشتغل، نقدر نجيب وحش كشتيرة. احنا ممكن نعمل افكت اكتيفيت، احنا ممكن نعمل حاجات كتير جدا. نقدر نهجم مثلا بالشكل ده، تأثير اليونيكورن، هنسوي بانش لوحش من الاكسترا ديك مقلوب، ولو ده حصل نقدر نشغل قدرة الكشتيرة اكسيز الاتنين اللي معايا. يعني انا بقفله بالخانتين، بقفل بالاتنين، بنقفل بالاتنين، تمام كده، في ذمة الله. اهجم اهجم، ماشي. شوف كده هنعمل حاجة كويسة، كشتيرة اكسيس بيشتغل. تعال انت، هو كده، هو كده امره انتهى اصلا. يعني اهجم كده، شوف شوف افكت اكتيفيت، هتشيله، هترمي ورقة، هتقفل له خانة، خانة واحدة بس، وبعد كده هنقفل له اخر خانة. لسه برضو ده انت رخم قوي، ماشي ماشي، عندي فكرة، نعمل كده، هنعمل كده ونقفل له الدنيا خالص بقى اهو. المايند هاكر يا شباب اهو، تاني برضو، شيل ورقة ماتيريال وارمي له وحش، هنقفل كل الخانات كده، احنا قفلنا كل الخانات خلاص. لا مش عايزين بقى نشغل اي حاجه تاني خلاص، عشان ما نقفلش الخانات بتاعتنا. واو، رمينا ورق كتير قوي، ما عادش معاها حاجه اصلا، بس لو ما عادش عنده خانات اصلا يلعب فيها، ما فيش عنده خانات يلعب فيها اصلا خلاص. يعني عيني عليك يا ابني، تعال انت مثلا، يلا كفاية كده. شفت بقى، ده يعلمك برضو ان الوحش الاكسيز لو غادر الملعب، لو اتدمر او حد ضحى بيه، التأثير بتاعه هيروح وكل اللي في الملعب يرجع يفتح تاني، تمام. ماشي، عايزين برضو نبدأ جيم تاني، ويا سلام كده لو احنا الاول ومعانا معطيات كويسة هنعمل كومبو ممتاز جدا، بس ايه، نحاول نبدأ جيم كمان. ماشي يا جماعة، الجيم ده حلو، هنجيب الرايز هارت لان ده من نوع ووريا، مش هنقدر نلعب رايز هارت غير لما يكون في وحش كشتيرة في الملعب، فهننزل بالاوجر سبيشال سامن. الاوجر بيجيب تراب، حلو جدا. الرايز هارت بينزل سبيشال،
لو في وحش كشتيرة في الملعب نزل ناس بيشر. افكت اكتيفيت بنش الفينرير. هنبنش الفينرير وهننزل بالثندر سبيشال سامن برضو، والورقة التراب دي رماها في الملعب كده. وخلينا بقى ايه ننزل بالاكسيز بالشكل ده. انهي دورك بقى كده. ماشي، شغل ماكسي احتياطي يمكن يعمل حاجة، وشغل التراب دي برضو احتياطي. نستخدم التأثير بتاعها. جبنا الفين رير. تفضل يا باشا، بقى معاك الأوجر في الملعب والفين رير في الملعب، وكمان الكشتيرة الإكسيز هيشتغل. ممكن نجيب اليونيكورن في الملعب. هايل. الدافع عجبان. ماشي معلينا. شوف يا سيدي، احنا دلوقتي هنفعل تأثير الإكسيز وهنجيب كمان للملعب. تعال انت شوف بقى، شوف بقى الحتة دي بقى، شوف بقى ركز معايا. نشغل اليونيكورن وهنجيب سبيل. ممكن نسحب ورقتين. ماشي، افكت اكتيفيت للفينرير ونجيب وحش كشتيرة. تعال انت شوف بقى احنا ممكن نعمل ايه. نفس الفكرة اللي عملناها الجيم اللي فات، هنجيب واحد تاني اكسيز كشتيرة. واحد اتنين حلو. شوف بقى، ركز بقى معايا دلوقتي. لو انا هجمت بالفين رير او باليونيكورن، الاوراق دي لها تأثيرات برضو هتخليني استخدم الوحوش الاكسيس دي برضو. هنقدر نعمل بانش مقلوب لاوراق الخصم، وده هيؤدي ان الوحوش الاكسيس بتاعتي هتشتغل برضو. يعني برضو ده اتجاه انت ممكن تمشي ناحيته. ممكن ان احنا نجيب المايند هاك تمام، ونستخدم قدرته على برضو الوحشين الاكسيس، ونعمل برضو نفس النظام ونحقق برضو نفس الغرض. انا بقى افضل ان انا اعمل دوت، لان انا كمان هقدر ان انا استدعي وحوش كشتيرة بعد ما اعمل الحركة دي كمان، لان الورق معايا يساعد. فخلينا نلعب برضو المايند هاكر. تعالى احنا هنعمل حاجات كتير قوي. هنقفل ملعب الخصم كله في الدور ده. شغل كده افكت اكتيفيت. شوف كده هنقفل قد ايه. هنشيل ورقه ماتيريال، هنبنش ورقه فيس داون، وليه تاثير تاني هيشتغل، والاكسيز هيشتغل الاولاني. بس عايزين، مش عايزين نتلبخ بقى انا كده اهو، عشان بس ايه. والتاني اهو قفلنا سبيل، يعني زون بتاعت وحش وزون بتاعت سبيل وتراب. خلاص هيقفل اتنين. حلو، هنشغل تاني مرتين. ادي واحدة، شغل تاني، هنقفل التانية. انا كده قفلت له اربعة، سبيل وتراب سبيل وتراب. حلو حلو. طب خلاص كده؟ لا لسه في افكار، في لسه معايا اهو. تعال انت شغلها كده، هات لي الفينرير. ماشي الفينرير. ومش كده وبس، هفعل الكشتيرة رايز هارت اهو. شوف بقى افكت اكتيفيت الكشتيرة رايز هارت. هنبنش ورقة ليها علاقة بالكشتيرة. راح هو برضو عمل ايه، بنش برضو للخصم تلات اوراق فيس داون. هنشغل الكشتيرة الاكسيز، هيقفل واحدة والتاني هيشتغل برضو، ونقفل التانية. قفلنا برضو خانتين كمان، احنا كده قفلنا ستة. شوف بقى، تعالى بقى كده نهجم مثلا، نهجم، تعالى نهجم. ماشي، ما عندوش وحوش مكشوفة. لو كان عنده وحش مكشوف كان الفين رير بنش مقلوب. ماشي، على فكرة احنا كان ممكن نقفل الزون كلها بتاعت المونسترز بتاعت الوحوش، بس انا بس سايبه، بس ايه نديله الروح كده، بحيث ان احنا ايه نحاول نتجاوب. الفين رير اشتغل اهو. تعال حبيبي بنشهوله بقى عشان هو عمل تأثير. شغل بقى، بص بص الهاكر والاكسيز. يا نهار ابيض، اتفرج. بص مش ممكن، قفلنا كل الزون بتاعت الوحوش. كان ممكن نقفلها على فكره من الدور اللي فات، بس قشطه يعني.
قفلنا كله يعني وهيشتغل تاني. اقفل دي بس كفاية بقى عشان ما اقفلش الزون بتاعتي. احنا كده قفلنا كله، احنا قفلنا الزون كلها بتاعت الوحوش. شوف اللي هيحصل، هننزل ارسنال زوس، التأثير بتاعه اتشال زي ما احنا قلنا في الجولة اللي فاتت، اتشال. بس في المقابل معنا ارسنال زوس، الوحش الاكسيس ده لو غادر الملعب التأثير بتاعه بيروح. تمام، شغل كده ارسنال زوس، هيمحي كل الملعب، يمحي كل الملعب. خلاص طبعا ما انصحكش ان انت تعمل كده، بس انا بستعرض يعني الخطط المحتملة، يعني حسب الموقف اللي انت فيه، يعني حسب الموقف اللي انت فيه ايه اللي ممكن تعمله، ايه اللي ممكن يساعدك. وحوش الاكسيس دي لو موجودة في الملعب وثابت الملعب، ايه اللي هيحصل، تأثيرها هيروح. يعني الخطط والافكار المحتملة. بصراحة شباب مجموعة جامدة جدا جدا. استنونا بإذن الله شباب المقطع الجاي، هندخل مع بعض نجرب مجموعة الكشتيرة في الرانك، ندخل نلعب بقى في الرانك، نختبر قوة المجموعة ونشوف قدراتها. وبس كده شباب، ده كان كل اللي عندي في مقطع النهاردة. لو حابين نتكلم مع بعض في فيديو ماستر دول، حط لايك، شير، كومنت، سبسكرايب، فعل الجرس، واستنى الحلقة اللي جاية. سلام.